مرة كمان. وخلينا نتكلم ان لاعبي منتخب مصر في سلاح الشيش متألقين بشكل كبير جدا في مختلف هنا البطولات العالمية. احنا نتكلم معاهم عن ابرز كمان انجازاتهم استعداداتهم للبطولات اللي جاية. خلينا نرحب بس في البداية بضيوفنا عبد الرحمن طلبة بطل العالم في سلاح الشيش والمتأهل لأولمبياد باريس، صباح الهنا. واحمد هشام بطل العالم في سلاح السيف والفائز ببرونزية كأس العالم لسلاح السيف في فرنسا، صباح الخير عليكم انتوا الاثنين وسعداء بيكم بجد. منورنا جدا، منورنا ومنورين الشاشه وفكره ان انت بطل عالم، يعني احساسك ايه وانت بطل عالم؟ اللقب ده يعني وسن صغير يعني كمان بالظبط كده. طبعا الشغل اللي بتشتغله عشان توصل للمرحله دي كتير، بس وانك توصل فعلا وتحقق الميداليه فرحه كبيره طبعا. خلينا نعرف عنكم أكتر، يعني هبدأ برضو معاك عبد الرحمن، كلمنا أكتر عنك، أنت عندك كم سنة، ابتديت أصلاً إمتى تلعب، يعني خلينا نعرف وبعد كده هنجي لك برضو يعني. وفي معلومة أن أنت عايش ما بين مصر وأمريكا، الكلام ده مظبوط؟ أنا عايش في أمريكا وبابايا ومامتي في أمريكا. أوكي. بس فأنا بدأت سلاح هناك وأنا عندي 8 سنين، بابايا فتح نادي بس فأنا قعدت كنت موجود في النادي كل يوم وبتمرن و نادي خاص بالسلاح يعني؟ نادي خاص بالسلاح. هو كان بيمارس الرياضة دي قبل كده؟ بابا كان بيلعب زمان هنا في مصر. اوكي. بس فلما راح أمريكا فتح النادي وأنا خدتها منه وقعدت ألعب. بدأت ألعب. ده كان عندك كام سنة في أول ما ابتديت؟ 8 سنين. 8 سنين، اوكي. وأحمد؟ أنا بدأت وأنا عندي 10 سنين، أنا كنت الأول بلعب سباحة وكورة، كنت بلعب كذا لعبة، وبعد كده جربت السلاح عندنا في النادي. في نادي الصيد فبدات فيه اول من وانا عندي 10 سنين، دخلت اول بطوله جبت اول ميداليه وبسطت بقى بيها فبدات العب لحد ما شاء الله. يعني اول ميداليه في اول بطوله بتشارك فيها كانت تحت 11 سنه في كاس مصر. ورحت للرياضه دي يعني اشمعنى؟ وخصوصا ان انت مارست رياضه ثانيه، يعني في حاله عبد الرحمن يعني لازم كان يمارس الرياضه دي بطبيعه الحال، انت بقى انا كنت عاجبني فكره السيف والحته الكومبات اللي في اللعبه، يعني عجبتني الفكره وانا صغير، فلما جربتها لقيت انها يعني ممتعه، اللعبه ممتعه، فبدات فيها بقيت مبسوط انا بلعب، فده عشان كده بقيت مكمل. خلينا نعرف منكم برضو انواع السلاح المختلفه، مش كل الناس فاهمه. انت احمد تلعب سيف صح كده، وعبد الرحمن شيش. ايه الانواع الثانيه؟ هم 3 انواع، سلاح سيف، شيش، سيف مبارزه. بيختلفوا في القوانين، في التارجت بتاع اللمسه، السرعه، في يعني مختلفين في حاجات كتير. والاصابات؟ الاصابات واحده فيهم. ايه اكتر اصابه؟ اصابات واحده هنا. كل زي بعض. يعني انتوا جرى لكم اصابات قبل كده قويه، يعني حاجات سيفير؟ انا الحمد لله لا. يعني انا جالي مره اصابه في ركبتي، دي كانت اكبر اصابه يعني جات لي فيها، قعدت فتره بتاع 3 شهور بتعالج وبعد كده تأهيل. الحمد لله على سلام. طيب عبد الرحمن، عايزين برضو يعني بناء على فكره ان انت عايش في امريكا وبتمارس الرياضه دي هناك وعارف امكانيات ومستويات اللعيبه الامريكان في هذه الرياضه، لو قارنتها بلاعبتنا المصريين اللي انت اكيد التقيت بيهم بطبيعه الحال في منافسات مختلفه او في بطولات مختلفه، احنا فين من امريكا في الرياضه دي؟ بص دلوقتي في سن الكبير طبعا امريكا محتله اللعبه كلها، بس لما تيجي تبص في السن الصغير هنا في مصر واللعيبه الصغيره اللي طالعين، حتى اللعيبه اللي عندها 11 و12 سنه لسه مشاركين في بطوله كاس العالم اللي كانت في مصر من كام يوم. بس لو جيت قارنت السن الصغير اللي هنا والسن الصغير هناك هتلاقي طبعا ان في فرق، وان اللعيبه الصغيرين هنا ان شاء الله يكبروا ويكون حاجه كويسه جدا. يعني البوتنشال موجود، خلينا نقول موجود في مصر طبعاً. بس يمكن امكانيات تختلف من امريكا اكيد وهنا. ممكن تختلف، بس طالما هنا المدربين موجودين واللعيبه موجوده وعايزه لا في بوتنشال طبعا، وممكن ممكن تحصل حاجه كبيره ان شاء الله. انت بتلعب باسم مصر؟ بلعب باسم مصر. برضو ده اكيد ما كانش يعني متوقع من البعض، ممكن يقول لك انت معاك الجنسيه صح؟ انا امريكي. هل كان في اي اقتراح في وقت ما ان انت تلعب باسم امريكا؟ لا انا يعني انا كان في اول بطوله جمهوريه لعبتها في مصر، انا نزلت مخصوص عشانها، نزلت لعبتها عشان كنت عايز ادخل في المنتخب وكنت عايز ادخل في الفريق، بس ما كانش في دماغي خالص ان انا العب باسم امريكا. كويس جدا، ما دي نقطه اوعى. احنا املنا يعني.